السلام عليكم، معكم داليا الهادي من مطبخ ديدي. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل وصفه جميله ولذيذه وتحليه حلوه كلنا بنحبها، وهي قرع العسل. طبعا كل اللي بيحب قرع العسل ورز بلبن، وبالذات الحاجات المخدومه باللبن وفيها كميه لبن وقشطه والحاجات الحلوه دي، عارفين طبعا ان الحاجات دي مبالغ وقدرها بره. طبعا محلات البان معروفه ومشهوره بيعملوها حلوه قوي. تعالوا نعملها انا وانتم هنا بمكونين بس سهلين جدا ومفهومش اي صعوبة. تعالوا نطبق الوصفة ونشوفها. طبعا اهي ثمرة قرعة العسل، ثمرة كبيرة بسم الله ما شاء الله، بصوا طويلة قد ايه وكبيرة وناضجة ما شاء الله. لازم تبقى صفرة كده، مبقاش فيها اي قطع خضرة من هنا او في اي حتة. هنبتدي دي نقطعها. انا جربت ان انا قبل كده اقطعها، طبعا عورتني وبهدلت ايدي بصراحة. فاحنا هنعمل ايه، هقطعها نصين وهشيل اللب اللي جواها كله واحطها في الصاج في الفرن من مدة نص ساعة لساعة الا ربع. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. ادي انا قطعتها نصين ما شاء الله، هي عاملة بتاع 5 كيلو. انا قطعتها نصين اهي، وهبتدي اخدها كده بالنص بسكينة حامية. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا البذر ده، على فكرة البذر ده طعمه جميل، يعني لو بتنشفوه زي قشر البطيخ او حاجة زي كده، بس احنا هنستغنى عنه، مش مستاهلة قصة البذر، ان احنا لسه في اول الموسم والبذر لسه يعني مش قد كده. هنمسك بقى ثمرة قرع العسل كده كده، هنفضي اللي في قلبها ده كله. انا جربت ان انا اقطعها بالسكينة، عورتني وبهدلتني فعلا ان انا اعملها مكعبات، فانا احطها في الفرن. شو كده، ايه مش اسهل من كده؟ تمام. على فكره من اعلى من احلى انواع الحلويات اللي انا بحبها جدا انا وولادي، صحيه وطعمها حلو. ادي اهو فضيته اول واحده، تاني واحده هي كمان هفضيها. يعني حاولوا تاخدوا جزء كبير كده من اللحم بتاعها، الحتت اللي هي فيها اللي هي الالياف دي شيلوها مش محتاجينها. ده بقى على صاج الفرن، ادخلها فين؟ في الفرن من تحت، مش على الشوايه ولا حاجه، الفرن من تحت. انا عايزه فرن يبقى سخن عشان يخلي الكلام ده كله يستوي بسرعه. تمام، اوريها لكم لما تطلع. هنحط بقى، احنا خلاص حطينا قرع العسل في الفرن، هنسيبه من نص ساعه لساعه الا ربع كده لحد ما يستوي. تمام، لحد ما يستوي هنيجي نعمل ايه، البشاميل، اللي هي طبقه البشاميل الحلوه اللي بتتحط على الوش. ثانيه كده، مش عايزين نكتر الزبده قوي، حط سن الزيت بسيط عشان ما تتحرقش. وهتبقى بقى ايه طبقه البشاميل، هتبقى البشاميل الحلو مش الحادق. عارفين البشاميل اللي هو اللي احنا بنعمله، طبقه البشاميل اللي بالدقيق إيه؟ اللي احنا بنعملها على البشاميل العادي، احنا هنعمله بشاميل حلو. يعني ايه بشاميل حلو؟ هنعمل البشاميل عادي جدا وباللبن وكل الكلام، بس هنحط فيه سكر وهنحط فيه فانيليا. تمام كده، عايزه كل الدقيق يشرب يشرب السمنه كلها، بس في سمنه ما دابتش. شايفيني كده؟ طيب كويس، تمام.
احنا سبق قلت لكم بقى ان انا المعده وانا المصوره وانا كل الكلام ده، فسامحوني لو الاضاءه مش قد كده. انا ممكن نحط حته زبده كمان عشان تبقى حلوه ان شاء الله محد حبش. هي قرع العسل للحلويات بيحب الزبده وبيحب الكلام ده زياده يعني. يلا الدقيق ما شاء الله ابتدى ان هو خلاص هيشرب الزبده كلها اهو. تمام، حضر اللبن. حضر السكر، اللبن والسكر. انا بقى من عشاق قرع العسل، انا وابني. انا عندي حد بيحب الحاجه الحادقه قوي، وعندي حد بيحب الحاجه المسكره قوي. اللي بيحب الحلو قوي ابني، وبنوتي بتحب الحاجه الحادقه قوي، فبتزعل جدا يوم ما بنعمل الحاجه الحلوه، بتزعل قوي، بتبقى عايزانا نعمل ايه حاجه حادقه عشان هي بتحب الحاجه الحادقه. حط سكر بتاع 4 5 معالق سكر كده، بشاميل اهو ما شاء الله بيبتدي ان هو يلف يحلو اهو ويدور كده. خلي ايدك فيه على طول، ما تسيبيهوش. ماشي، حط ظرف فانيليا بحاله او ممكن تحطي ظرفين براحتك على حسب ما حبك للحاجه. انا بحب الفانيليا الزياده عامه في المخبوزات، في اي حاجه حلوه بحب الفانيليا تبقى زياده. كل ما تبقى زياده بتحسسني ببهجه الحاجه الحلوه كده، مش عارفه ليه. بس انا عامه بحب الحاجه زياده، الفانيليا زياده كده، بس الا البيض وانا بحبه زياده. اي حاجه في الدنيا حباها زياده الا البيض. خلاص كده البشاميل ما شاء الله خلاص كده حلو قوي كده وطعمه بقى جميل. حط حبه جوز الهند بصوت. انا عامه بحب احط في قرع العسل جوز الهند بس، في ناس بقى بتحب تحط كل الحاجات المكسرات والسوداني فستق مش عارف ايه. انا حاسه ان هو اصلا يعني هو بطبيعته حلو، طعمه حلو قوي وبيعجبني يعني. هو كنوع حلويات حلو ومشبع وطعمه جميل ومفيد برضه، ما بحبش اكتر حاجته كتير قوي عشان ما تضيعش ايه طعمه. كده البشاميل الحلو اهو خلاص ندفع عليه، وهوريكم بقى هنطبق الصينيه بتاع قرع العسل ازاي. يا رب تنول اعجابكم. وادي خلاص اهوت البشاميل الحلو ما شاء الله. بصوا بصوا قوامه، انا عايزاه كده. بصوا طبعا غطيه بقى بستريتش او غطيه باي حاجه عشان ما يعملش طبقه او يعمل قشره كده على الوش مش حلوه، لحد ما ايه قرع العسل في الفرن ان شاء الله يستوي، واطلعه باذن الله وهنحطه في الصينيه اطبق الوصفه معاكم باذن الله. وادي اهو قرع العسل لسه حالا اهو مطلعاه من الفرن. تمام، هنعمل ايه بقى؟ كل ماده القرع العسل اللحم اللي جوه ده كله هفرغه كده بالمعلقه. بصوا بيطلع ازاي، بصوا سهل ازاي، ولا تعملوه على البخار ويبقى شارب ميه قوي والحاجات دي، لا هو كله كده. تمام، هفضي كل قرعية العسل دي كلها هفرغها في صينيه وهرجع لكم تاني. وادي اهي الجزء التاني طلعته، انا طبعا فرغت ده كله اهوت ما شاء الله مطلع كميه كبيره. وده كمان اهو هفرغه، احتجته في الصينيه احتجته، ما احتجتوش هحطه في علبه واحطه في الفريزر عادي. ممكن تحفظيه من شهرين لحد 6 شهور في الفريزر مش هجرى له حاجه. وبقيته الجزء اللي هو الني، اصل هي كانت ما شاء الله كبيره 5 كيلو،
الجزء الني اللي باقي هقطعها مكعبات واحطها في اكياس حفظ في الفريزر، تقعد معاكي بالسنه. وقت ما تحبي تاكلي قرع عسل تطلعيه عادي جدا، بس هي الطريقه دي اسهل طريقه، احسن كمان من المكعبات، ما بيفقدش ميته، ما بي ما يعني ما بتحسيش ان هو منزل ميه قوي، فمتعرفيش تتحكمي في كميه الميه اللي في الصينيه، هتلاقيه مطلع ميه كده من على الجناب، انما هو مشوي كده في الفرن بيبقى حلو. هنكمل برضو بقيه تفريغ الجزء دوت وهوريه لكم بعد ما ان شاء الله نفرغ كله ونطبق الصينيه. طيب ادينا بقى، هو رجعنا بقى معانا اهو القرع العسل ومعانا البشاميل اللي هتحطيها كيس كده عشان تفضل حلوه، ما تعملش طبقه قشر عليها ولا حاجه. وتعالوا نطبق الصينيه. بصوا بقى يا امارات، هنجيب صينيه كبيره زي دي كده بالظبط. الصينيه دي هعمل فيها ايه؟ هجيب سكر، سكر عادي، وهبتدي احط كده في قعر الصينيه. شايفين سهله؟ هنكتر شويه. هنعمل ايه بقى؟ طب البشاميل ده على جنب دلوقتي، هنجيب الصينيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا عايزاكم تعذروني في موضوع التصوير دوت، ان انا اللي بصور وانا اللي زي ما قلت لكم انا المعد وكل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي الصينيه كده شايفيني. هبتدي بقى ايه، انزل قرع العسل هنا. مش تعملوا اي حاجه في قرع العسل غير ان انتوا هتعملوه كده. بس نساوي القصه دي كلها نسويها، تمام؟ لو في قشره ولا حاجه عادي ممكن نتخلص منها عادي. انا طبعا عايزاها كده تبقى قطعه كده، بصوا كده، مش عايزاه يبقى مهروس ناعم، ان الهرس ده هيخليه يطلع الميه والعصاره اللي فيه الصوص اللي جواه اللي هو الابيض الاصفر بتاعه دوت، اللي هو اللي ربنا خلقه بيه، اللي هو الماده اللي جوه. فانا مش عايزه اضغط قوي عشان ما ينزلش ايه عصارته كلها، انا عايزاه بس كده اهو، يعني في كتل كده محتفظه بنفسها. كل ما يبقى كده كل ما يبقى احلى، تمام؟ شايفين كده لونه جميل. على فكره من الحاجات اللي ممكن تستخدمي فيها قرع العسل ويبقى حلو قوي وناجح قوي، عصير المانجا. طبعا كلنا عارفين عصير المانجا ساعات المانجا بتبقى مززه لسه، محلوتش لسه، لسه اوانها يعني مش قد كده. انا عارفه ناس كتير قوي بيعملوا عصير المانجا، بيحطوا حته قرع صغيره بس ممكن يسلقوه ويضربوه عادي، وممكن يحطوا حته قرع صغيره مكعبات كده في عصير المانجا، بتبقى تحفه وما بتقدريش تميزيها وما بتقدريش تحس ان هي حاجه مختلفه، بالعكس بتدي العصير طعم حلو كده وغني وجميل بصراحه، تمام. انا خلاص اهو خلاص سويت كده القرع العسل، بس خلاص كده هبتدي انزل بقى عليه بايه. انا بس عايزه اقرب لكم شويه الكاميرا، معلش سامحوني. نبتدي ننزل بالايه، بالبشاميل الحلو، طعمه روعه بصراحه، طعمه روعه، سكر كده وجميل، وطعم الزبده فيه مخلياه يعني حاجه مفيش بعد كده. نضف كده الصينيه كويس. الله الله على ريحه الفانيليا، الله. هبتدي بقى ان انا اساوي كده الصينيه دي كده كلها كده، اساويها ان شاء الله كده واحده واحده. لو عصلك معاكي ممكن تبلي الاسباتيولا دي ميه، حاجه بسيطه قوي كده هتلاقيها مشيت معاكي القصه، بس هو ان شاء الله مش محتاج يعني. احلى 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 تحليه، انا عن نفسي بعشقه بعشقه، بشتريه بمبلغ وقدره يعني من محلات البان طبعا مشهوره كلكم عارفينها، عارفينها بالاسم طبعا ما ينفعش اقول اسمها، ولكن في محلات يعني بيعملوها بجمال مفيش بعد كده.
انا بصراحة عرفت الوصفة دي من واحد بتاع لبن هو اللي قال لي عليها. وعلى فكرة اللي انا باكله بره من عند الراجل بتاع اللبن المشهور المعروف، ان انتوا كلكم على فكرة كلكم هتلاقي نفسكم بتاكلوا منه او بتجيبوا منه لبن. بيعملوا كده فانيليا ولبن وقشطة مثلا لو هو حابب يخلي غني قوي يعني فقط، والبشاميل اللي على البشاميل اكتر من كده ما بيحطش. في ناس بقى بتحب تحط بندق، تحط عين جمل، ده حاجات برضو قلت لكم اجتهاديه، كل واحد يحط الحاجه اللي نفسه فيها، بس انا بحبه كده طعمه الاصلي الطعم الكلاسيك زي ما بيقول، هو ده طعمه الكلاسيك. هبدي الاسباتيولا دي بله خفيفه ميه وهمشيها على الوش. بصوا كده بصوا الميه بقى بتخليها ايه، بتتساوى القصه كلها. تمام، هدخل بقى الكلام ده كله ايه الفرن، الفرن اللي تحت، مش هدخل على الشوايه، هدخل على الفرن اللي تحت الاول، هدخل على الفرن الاول اللي تحت عشان السكر اللي انا عاملاه ده المكرمل ده يتكرمل ويبقى طعمه جميل ويبقى يدي كده للقاع من تحت كده قرمشه. تمام، وبعد كده هرفع على الايه على الشوايه اللي فوق. تعالوا نشوف هنعمل ايه واطلع لكم الطبق ان شاء الله في التقديم في البرزنتيشن الاخراني، ويا رب الوصفه تنول اعجابكم. يلا قبل ما ادخل الصينيه انبه عليكم يا جماعه يا حبايب قلبي، يلا اللي ما دس لايك يدوس لايك، واللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب عشان يوصل لكم كل ما هو جديد للقناه. يلا عايزين بقى دعمكم معانا وعايزين نفسكم معانا كده ان شاء الله، مع بعض نكبر ومع بعض نتعلم كل اللي هو جديد باذن الله. يلا اقابلكم في البرزنتيشن الاخراني وانا مورياكم الطبق الاخير في احلى صور. يا حبيب قلبي قرع العسل بعد ما طلع من الفرن وهدي، هنبتدي انا وانتم نقطعه ونقدمه في طبق التقديم بتاعنا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وطبعا انا زي ما قلت لكم انا مستنيه ارائكم واقتراحاتكم في الكومنتس بتاعتكم. واخيرا وليس اخيرا، اللهم اغفر لي ذنبي كله قليله وجله ظاهره وباطنه علانيته وسره. خليكم معايا وابقوا معايا لحد ما اقطع لكم قرع العسل. وادي اهو يا حلوين رجعت لكم بعد ما قطعت قرع العسل. بصوا القطعه طالعه بقطعتها جميله وطعمها حلو ورايقه كده، واحلى تحليه طعمها حلو ومش والسكر فيها مش فظ قوي، هتعجبكم.